يعني برهان وشكري زاروا سراج في السجن من ورا ظهرنا؟ تفتكر يا دكتور ايه سبب الزيارة دي؟ بيلعبوا لحسابهم زي ما قلت لك. احنا بنتعامل مع تعابين يا باسل، مع تعابين. بس مش معانا. Of course they will pay the price. I will make them pay the price. لحسن يكون سراج قال لهم على مكان الورق. انا مش عايز ادخل بمساومات جديدة مع شكري برهان. ما صدقنا امتى سيطرنا على الوضع بعد العك اللي حصل زمان. انت شاور بس يا دكتور وهنخلص منهم على طول. لا 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 ما استهلوش ما استهلوش ابدا. طب ايه الحل؟ ايه اخبار البنت سكرتيرة برهان اللي شكري متبناها اليومين دول؟ قاعده في بيت شكري. انا عايز عينك تبقى عليها على طول هي وشكري. انا عايز اعرف شكري بيلاعب بيها برهان ازاي، وساعتها نكشف لعبة شكري لبرهان. اوكي ساعتها التعابين هتاكل بعضها واحنا نتفرج من بعيد واحنا مستمتعين، وكده نخلص من غدرهم ونبقى في السيف سايد.